مجمع الغدير اللي صاير وين؟ بالعشار بالداكير. خلنا نحكي لكم شوية عن مجمع الغدير وشنيبي. مجمع الغدير جملة كافة العطور الخليجية، كافة العطور الفرنسية، هاي الماركات تجي على الكريمات الأصلية، أي شخص حاب يجهز محله يجي المجمع الغدير. متكون من كل شيء. هسه اليوم راح نراويكم شنو بهاي مادات، مالت الكرياتين، مالت الشعر، مجموعة الكاملة من دكتور كلينيك. تخبل هاي كل الصيدليات وكل الكوزمتيكات تشتغل بيها. هاي شوف، تجي على صفحة السيرومات مالت الشعر، شنو ببالكم سيروم موجود، صفحة تنظيفات البشرة، الكريمات ما كريمات، صفحة خاصة للبخور، المعاجين أسنان، معطرات فراش، مزيلات، وهاي صفحة بيها كل المعطرات، أنواع ماركات شامبوات. هاي الطابق الأرضي. نجي نصعد وياكم، هسه راح نصعد الطابق الثاني. هاي من ناب درج ونكمل لكم الفيديو. هاي وياكم صعدنا للطابق الثاني. هاي تريد المكياجات الأصلية، البوادر، الأساسات، هاي كلهن بالماركات. هاي الفارمسي العجيبة، الفلور مار، عدسات كل الألوان، أصلية كورية، ما شاء الله. هذا الطابق الثاني، وهسوياكم ونشوف شكو ماركة تتواجد بمجمع الغدير. تجهيز محلات، تجهيز محل يجي يتجهز من الصفر للصاروخ على قولتها. كل شيء موجود بمجمع الغدير. وبراشات، ما المبراشات مات القدم، الفرش، المكياج. هنا أنا للملاقط، المقصات، شفرات الحاجب. مجمع الغدير، العشار، الداكير.